طيب احنا عايزين نعرف من حضرتك بقى التفاصيل اللي حصلت في امريكا والبعثه المصريه والمشاركه والانجازات اللي اتحققت ايه. تمام. هي الايفنت ده اسمه دوره الالعاب العالميه. الايفنت ده زي الدوره الاولمبيه للالعاب غير الاولمبيه. اوكي. اللي بينظم الايفنت اللجنه الاولمبيه الدوليه. هي السنه اللي بعد الاولمبيكس جيم تلعب الورلد جيمز. الورلد جيمز دي الالعاب اللي ما بتتلعبش في الاولمبياد. كويس ان هم عاملين كده حاجه كويسه. اللي بيحضر الايفنت وبيدي الافتتاح بتاعه باخ من اللجنه الاولمبيه الدوليه، رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه بيبقى حاضر الايفنت. تمام. وكل الاتحادات رؤساء الاتحادات. طيب يعني انا الهيستوري بتاعي في الورلد جيمز انا حضرتها دي تقريبا رابع مره. رابع وورلد جيمز. حضرت في تايوان 2009، في كولومبيا 2013، في بولندا 2017. الدوره دي لظروف الكورونا اتاجلت سنه لان الاولمبياد اترحلت سنه. ايوه. فلعبنا المره دي في امريكا برمنجهام في الاباما. كل دوره بيبقى فيها مجموعه رياضات اللي هي ما بيبقاش الناس عارفاها قوي. الايفنت ده كان فيه حاجه غريبه، ان كان فيه كاراتيه. كاراتيه كان لسه في الاولمبياد اللي فاتت. كنت لسه هسألك ده مش رياضه. فهو دخل. لا لا لا، هو ده من اختيار الدوله ولا كان بس عشان الدوره اللي فاتت؟ دخل الاولمبياد. الدوله المنظمه بتختار رياضه واحده. اختارته ورجع تاني بقى في الورلد جيمز. اوكي. فهم دول خدوا اوبشنين، يعني لعبوا اولمبياد ولعبوا وورلد جيمز. طبعا هم احنا ابتدينا المشاركات في الايفنت الورلد جيمز كمصر يعني في 7 أو 8 اتحادات رياضيه. كان الانجاز الكبير قوي اللي عمله الكاراتيه. الكاراتيه كان مشارك بحوالي 7 لعيبه، قدر ان هو يحقق 4 ميداليات، 2 ذهب وفضة وبرونز. كويس. ده كان انجاز كبير جدا لاتحاد الكاراتيه بقياده الكابتن محمد ضهراوي. وابتدينا بعد كده لعب الاتحاد المصري للغوص والانقاذ زعانف، كان عنده ولد وبنت متاهلين في الايفنت. وكابتن سامح الشاذلي، وحضرت انا على فكره، يعني انا كنت حكم في الايفنت، فروحت حضرت كل الايفنتات تقريبا، يعني حضرت الايفنت بتاع الزعانف. وكان عندنا مشاركه في الكونفو في الاساليب بلعيب واحد بس، وكان في الدكتور شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي كان موجود. الولد جاب رابع ترتيب عام، هو ما قدرش يحقق ميداليه، فرقت معاه على حاجه بسيطه جدا في النسبه. وكان في الانجاز بتاع البلياردو، ده كان انجاز كبير جدا. عبد الرحمن جاب ميداليه فضيه، اللي كان مشارك سامح سيدهم وعبد الرحمن. عبد الرحمن قدر يحقق ميداليه فضيه في الايفنت دي، كانت 5 ميداليه. والميداليه السادسه كانت بتاعه السومو، البطل بتاعنا عبد الرحمن الصيفي قدر يحقق ميداليه ذهبيه. كويس قوي. بس يعني طبعا احنا الصور بتاعت الابطال بتوعنا اهي زي ما حضراتكم شايفين. بس كابتن احمد، في تطور ملحوظ في اللعيبه يعني في مختلف الالعاب هنا بنتكلم، وكل سنه يمكن بنتكلم عن في تطور ملحوظ ما كانش موجود في السنوات السابقه، راجع لايه الموضوع ده؟ بصي حضرتك، خلينا نتفق ان الموضوع ده مردوده دوله كويس. فيها اهتمام وتركيز على عناصر فرديه. يعني احنا عندنا الوزاره شغاله بشكل دكتور اشرف صبحي في تركيز قوي جدا على الخامات وعلى الفروق الفرديه وعلى الابطال بتوعنا. اللي يمكن الحاجه الجميله دلوقتي ان بيبتدي الوزاره بتوجد سبونسر شيب الدعم المادي بقى المطلوب ورعايه للولاد. يعني يمكن في تواصل مستمر مع الدكتور اشرف. هو دلوقتي الولاد اللي بيوصلوا ان هم يحققوا مراكز على المستوى العالمي والدولي بيبتدي يبقى ليهم رعايه ويبقى ليهم شركات وسبونسر تشتغل معاهم بعد كده. ده لازم يحصل الحقيقه. وبنتكلم كتير في انه طول ما هو مش حاصل، طول ما احنا بنفقد ميداليات كتيره جدا في رياضات كتيره احنا عندنا فيها ابطال، لو اتيحت لهم الفرصه هيرفعوا علم مصر فعلا عالي. مظبوط. احنا بالمناسبه يعني واحنا لسه بنتكلم عن دوره الالعاب العالميه، هل مصر شاركت في يعني البعثه المصريه شاركت في كل المنافسات في كل الرياضات اللي كانت موجوده ولا في رياضات معينه؟ ما هو حضرتك التاهيل في الورلد جيمز بيبقى تاهيل من خلال الاتحادات الدوليه بكوتا معينه. يعني انت ليك عدد مشاركات عدد معين من المشاركين. الكوتا دي ممكن تبقى يعني مثلا انا كان عندي عبد الرحمن الصيفي متاهل اتحاد دولي سومو لانه محقق ميداليتين برونز في بطوله عالم 2018 و2019. وكان عندي وفي مجموعه تانية كانت متاهله كوتا عن طريق القاره الافريقيه، ده مثلا في السوم. في الكاراتيه كان مؤهل التاهيل بتاعه، كان واخد تقريبا احسن 16 لاعب، فكان عندنا لعيبه كتيره جدا متاهلين من الكاراتيه. هي بس يعني يمكن الحاجه اللي مش لطيفه اللي حصلت ان ما تاهلش حد الاسكواش الدوره دي،
يعني الاسكواش عندنا من الالعاب القويه يعني، وجايين في الاسكواش بصفه خاصه. كمان يعني كان في ولد وبنت من الجمباز كانوا مشاركين في الايفنت دي، اول مشاركه ليهم على فكره للجمباز في الورلد جيمز. الايفنت الجاي بتاع الورلد جيمز هو هيبقى يعني المفروض ان هو يتعمل في الصين تقريبا. كل اللي كنت بتناقش فيه مع المسؤولين ومع الدكتور اشرف في الوزاره ان الايفنت ده احنا المفروض نشتغل عليه كايفنت مجمع، ما يبقاش اتحاد كل اتحاد يبقى انديفيدوال لوحده، لان احنا في الاخر مثلا بيعتبروا العرض بيبقى موجود فيه مصر كلها، حتى اسمها البعثه المصريه. البعثه المصريه طبعا. والدكتور اشرف وعد ان احنا نشتغل على القصه دي في الفتره اللي جايه. يعني الحاجه الثانيه ان الاولاد دول برضو يعني النتائج اللي عملوها والكلام ده كله يطلع عليها مكافاه كويسه، لان هو عمل هو لعب اعلى مستوى تنافسي في لعبته، يعني اللي قدر يجيب ميداليه ذهب في الورلد جيمز هو زيه زي الراجل اللي جاب اول في الاولمبياد. على الاولمبياد طبعا. الايفنت المره دي كان في حاجه يعني ميزه كويسه ان روسيا ما كانتش مشتركه. فكان يعني هي يعني متالقه هتقفل رياضات معينه. هي كانت قويه جدا. هي روسيا كان بيجيب اول في الورلد جيمز عموما. الورلد جيمز المره دي عشان ظروف الحرب وكده وهم تقريبا واخدين عقوبه فما لعبوش روسيا في البطوله. الحاجات بقى اللي هي تلفت نظرك شويه التعاطف الناس كلها مع اوكرانيا، لعيبه اوكرانيا في كل الالعاب عملت الناس يعني منظمين الايفنت عملوا نسبه 100% كده من التذاكر والكلام ده كله لصالح اللجنه الاولمبيه الاوكرانيه كدعم ليهم للظروف بتاعتهم في الرياضه شويه. لفته كويسه جدا طبعا. عموما كان يعني عايز اقول لك ان هم نظموا يعني انا لما حضرت ثلاث اربع ايفنتات من ورلد جيمز، لا امريكا نجحت اللي هي تنظم الايفنت بشكل متميز جدا. بس متوقع برضو امريكا ده العادي يعني يعني عايز اقول لك مش منتهي. اتفاجئت يا كابتن ولا ايه؟ يا كابتن احمد لا انا لا اتفاجئت بدقه التفاصيل وكانوا مركزين في حاجات كويسه قوي. يمكن اللي احنا كنا قاعدين في زي مدينه جماعيه كده حاجه اسمها يو اي بي اللي هو مكان الاقامه بتاع البعثات كلها، واخدين بالهم من التفاصيل في كل حاجه. التايمات حاجه مركزين جامد جدا، تواجد امني بطريقه غير عاديه يعني. لكن ايفنت متميز جدا يعني. حلو.